السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، والنهاردة هنشرح لكم الجزء الأول في الماس من كتاب Discover Primary 1، الصف الأول الابتدائي. وأنا عايز أقول لكم إن أنا رجعت لدليل المعلم اللي بيشرح إزاي بنشرح منهج الماس السنة دي. لقيت إن نفس الترتيب ونفس المنهج بتاع الماس الخاص بسنة أولى ابتدائي الخاص بالسنة دي هو نفسه المنهج الخاص بالسنة اللي فاتت واللي قبلها كمان. فلو أنت مش لاقي كتاب خارجي تقدر تذاكر منه لابنك أو بنتك، تقدر تشتري أي كتاب خارجي خاص بالسنة اللي فاتت وأنت ضميرك مرتاح، زي كتاب المعاصر أو الأضواء أو سلاح التلميذ. علشان الماس يا جماعة مهما تشرح انت لازم تعرف المبادئ الأول، بس هي بتعتمد في الأول وفي الآخر على التدريبات. كل ما الطفل حل تدريبات أكتر، كل ما الفكرة اتثبتت جوه دماغه، كل ما الموضوع بقى أسهل. فالماس احنا بنعرف الفكرة الأول وبنعرف الشرح الأول، وبعدين التدريب الكتير هو سر النجاح في الماس. وأنا عندي كتاب خارجي خاص بالسنة اللي فاتت. انا علشان خاطر نوضح المعلومة احنا هنشرح في الاول في الجزء الاولاني من الفيديو، هنشرح الشرح وبعدين نرجع للكتاب بتاع الوزارة ونقرأ منه بعض الصفحات، بحيث ان احنا نبقى ماشيين شرح وكتاب وزارة في نفس الوقت. وان شاء الله الشرح بعد كده هيكون فيديو هينزل خاص بالساينس او ديسكفر العادي، والفيديو اللي بعد منه هيكون فيه شرح ماس، بحيث ان احنا نبقى ماشيين بالتوازي مع بعض. فنبتدي نشرح النهاردة اول حاجة السيتس اللي هي المجموعات. واول حاجة هنبدأها النهاردة ان احنا هنشرح ايه هي المجموعات. والمجموعات هي عبارة عن اي مجموعة اشكال بنفس الشكل، وهنتعرف عليها دلوقتي. العنوان هنا بيقول classifying into sets، يعني صنف الى مجموعات. واحنا عايزين بس نوضح ان في بعض الكلمات البسيطة جدا اللي لازم الطفل يعرفها، اللي هي sets. اول كلمة لازم يعرفها in English في الماس اللي هي كلمة sets، وزي ما احنا شايفين هي هنا اهوت S-E-T-S S-T-E-S، والمفرد بتاعها set. وطبعا زي ما احنا شايفين هي بمعنى كلمة مجموعات. وعايزين وضح ايه هي المجموعات. والنهاردة يا اصحابي هنعرف يعني ايه ست او مجموعة. وست او مجموعة هي مجموعة حاجات نفس الشكل او نفس الحجم او نفس النوع او نفس اللون، بنحطها مع بعض او بنجمعها مع بعض. يعني زي ما احنا شايفين في الصورة الجميلة اللي قدامنا دي، في مجموعة طيور set of birds لونهم اخضر، زي ما احنا شايفين دول لونهم اخضر، وفي نفس الوقت هم متشابهين كمان في النوع، نوعهم طائر يبقى لونهم أخضر ونوعهم طائر، بس هم مش نفس الحجم، في منهم كبير وصغير. وهم مش نفس الشكل بالظبط، بس هم نوعهم طائر ولونهم أخضر. في مجموعة من الزرافات، زرافة كبيرة وزرافة صغيرة وزرافة متوسطة، دول ست برضو، ست بس في نفس النوع، متشابهين في نفس النوع ومتشابهين كمان في نفس اللون، بس مش متشابهين في نفس الحجم ومش متشابهين في نفس الشكل الهندسي. في واحدة واقفة بشكل كده، وفي زرافة تانية رقبتها، وفي زرافة بتبص بشكل تاني مختلف. هما متشابهين في نفس النوع وفي نفس اللون. في عندنا الكنغرو أو الكنغر، تلاتة كنغر صغير ومتوسط وكبير، هم متشابهين في نفس النوع بس مش متشابهين في نفس الحجم، متشابهين في نفس اللون بس مش متشابهين في نفس الشكل الهندسي. في هنا مجموعة من الأسود، أسد وأسد، واحد صغير شوية وواحد كبير، دول متشابهين في نفس اللون ومتشابهين في نفس النوع. فإحنا هنعرف يعني إيه ست الكلام اللي جاي، وهنعرف إزاي الست أو المجموعة بتتكون بناء على ايه. وعلى فكرة عايز اقول لكم ان كل دول ممكن يكونوا ست، ونقول عليهم set of animals، يعني مجموعة حيوانات، لا هم متشابهين في نفس اللون ولا في نفس الحجم ولا في نفس الشكل الهندسي
ولكنهم متشابهين في نفس النوع. ونبتدي نشرح بشكل أكتر تفصيل، وندخل على الجزء اللي بعد كده. فنبتدي نشوف إيه هي المجموعات. الستس هي مجموعة أشياء بنفس الشكل، ممكن تكون بنفس اللون أو ممكن تكون بألوان مختلفة، زي ما احنا شايفين هنا مجموعة كرات، مجموعة نجوم، مجموعة كرات بألوان مختلفة. فلازم نبقى عارفين إن كلمة circle أول حاجة ضع دائرة، circle ضع دائرة CIRCLE، تمام circle. والكلمة دي هتقابلنا حتى في الكتاب، في صفحات الكتاب بشكل كتير. وست اللي هي مجموعة، circle the set of stars، ضع دائرة حول مجموعة النجوم زي ما احنا عملنا من شوية. circle ضع دائرة، the set of dolls، ضع دائرة حول مجموعة العرائس، وادي مجموعة العرائس واحنا حطينا حواليها دائرة. circle the set of books، ضع دائرة حول مجموعة الكتب، وادي مجموعة الكتب حطينا حواليها دائرة. circle the set of balloons، circle the set of balloons، ادي البالونز واحنا بنحط دوائر حول البالونز. والفكرة هنا كلها ان احنا نعرف كلمتين، اول كلمة اللي هي circle، تاني كلمة اللي هي set. وزي ما احنا شايفين ان التصنيف في الماس او التصنيف في الرياضيات حصر في تلات اشياء، التصنيف على اساس الشكل، زي مثلا circle the set of stars، ضع دائرة حول مجموعة النجوم هنا اللي شكلهم نجمة. وفي تصنيف على أساس اللون واضح جدا، في مثلا اليلو اللي هو تحت هنا اهوت، circle the set of yellow balloons، ضع دائرة حول البالونات الصفراء، تمام. وفي التصنيف الثالث وهو على أساس الحجم، وطبعا زي ما احنا شايفينه في حالة البوكس وفي حالة الدولز، فهو التصنيف في الرياضة بينقسم اللون والحجم والشكل. اللون اللي هو color، والحجم اللي هو size، والشكل اللي هو shape. وتصنيف على أساس النوع برضو اللي هو ال kind أو type أو ال type، ونعرف إزاي نفرق بينهم. يبقى عندنا نوع، لون، حجم، شكل، ونبتدي نتدرب على معنى كلمة set. وزي ما احنا شايفين هنا اهوت بيقول circle the set of red pens، ضع دائرة حول الأقلام الحمراء. فين الأقلام الحمراء هنا يا حبايبي؟ الأقلام الحمراء هنا أهي، فنحط دائرة حواليها. تاني حاجة from form sets، form sets يعني ايه form sets؟ كون مجموعة. وهنا تاني جزء في مفهوم السيتس أو المجموعات اللي هو form sets، كون مجموعة. كون مجموعة يعني تشوف مجموعة متشابهة مع بعضها في شيء معين، نفس النوع، نفس الشكل، نفس الحجم، زي ما قلنا متشابهة مع بعضها واحنا نكونها. وهنشوف هنا يا أصحابي أول حاجة أول مجموعة، مجموعة دجاجات، هو نعمل حواليها دايرة لأن دي أول مجموعة متشابهة. في two cats here، هنا في قطتين هنحط حواليهم دايرة، دي مش مجموعة ولا مجموعة، مجموعة. في four dogs هنحط حوالين ال four dogs هنا مجموعة، الأربع كلاب مجموعة لأن هما نفس النوع. طب form sets، كون مجموعة تانية هنا، هما مش مع بعض لا في شكل ولا في حجم ولا في لون، بس هما فاكهة نفس النوع اللي هي فواكه. في هنا grapes عنب،
آبل تفاحة، باينابل أناناسة، and banana موز. ففي هنا set of fruits، دي مجموعة من الفاكهة. هنحط حواليها دايرة لأن هما من نفس النوع، هما مش متشابهين في الحجم ولا في الشكل ولا في الشكل الهندسي، لا في اللون ولا في الحجم ولا في الشكل، ولكن هما متشابهين في النوع وهو إن هما فاكهة. ونوصل للست اللي بعد كده، طبعا هنا في مجموعة تانية هما مش نفس اللون ولا نفس الحجم، في أحجام مختلفة، في كتاب كده وكتاب كده، بس هما نفس النوع ونفس الشكل. تمام، ادي set another set. في مجموعة من الطاقيات set of hats، طبعا اهي نفس هما مش نفس اللون ومش نفس هما مش نفس اللون، لكن هما نفس الحجم ونفس الشكل الهندسي، نفس الشيب. هنوصل للتمرين اللي بعد كده اللي بيوضح لنا form sets in two different ways، كون مجموعات في بطريقتين مختلفتين. أول مجموعة من الـ الـ أول طريقة من تكوين المجموعات هنا إن إحنا هنعمل هنشوف إيه هي المجموعة المتشابهة في الشكل الهندسي. مش لازم تكون متشابهة في اللون ومش لازم تكون متشابهة في الحجم، ممكن تكون متشابهة في الشكل الهندسي. هنلاقي هنا في ست في مجموعة متشابهة في الشيب، هي مش متشابهة في اللون لكن هي متشابهة في الحجم وفي نفس الوقت متشابهة في الشكل الهندسي. فدي set of squares، مجموعة من المربعات نقدر نعمل حواليها circle. في هنا set of rectangles، هنا set of rectangles أو مجموعة من الأشكال السداسية. وهنا في set of triangles أو مجموعة من المثلثات. هما هنا كلهم متشابهين في الشكل الهندسي في الشيب وفي الحجم كمان، لكن هما مش متشابهين في اللون. في طريقة تانية، دي الـ first way أو الطريقة الأولى. الطريقة التانية، وهنا واضح إن احنا هنكون مجموعات على أساس اللون، والطريقة التانية هنا هنكون مجموعات على أساس اللون. هنشوف اللون المجموعة المتشابهة في نفس اللون، زي مثلا هنا في two squares مع two rectangles مع two triangles، ونعمل حواليهم circle. هتلاقي هنا هوت نفس المجموعة اللي هي بنفس اللون اللي هو البينك، المجموعة بقى حواليها circle. في مجموعة تانية لونها أورنج، والمجموعة دي فيها نفس الأشكال الهندسية بس إيه بلون مختلف، واللي هي الأورنج نقدر نحط حواليها دايرة بالشكل الآتي، وبالتالي نكون مجموعة تانية. هي نعم بقى شكلها غريب بس هي مجموعة، بالنسبة لنا بقت مجموعة. في مجموعة تالتة وفيها الجرين كولر أو اللون الأخضر، وهي فيها two squares وفيها two triangles. هنلاقي عندنا في دي أصغر مجموعة، واللي هي اللي فيها التو hectangles. هنلاقي عندنا المجموعة الأخيرة، ودي أصغر مجموعة واللي فيها two hectangles دول، ودي أصغر مجموعة موجودة. يبقى احنا هنا صنفنا وعملنا classification بناء على الكولر. فاحنا هنا عملناه مجموعات in a different way أو بطريقة مختلفة. يبقى أول طريقة احنا عملناها على أساس الشكل الهندسي أو ال shape أو ال size الحجم. تاني طريقة احنا عملنا classification على أساس اللون، عملنا تصنيف على أساس اللون. وأتمنى إن احنا كده نكون فهمنا وهضمنا معنى المجموعات. نوصل ل ازاي اوصل العنصر بمجموعته. يعني احنا دلوقتي هنوصل ازاي نعرف العنصر ده بينتمي لأي مجموعة، واحنا هنخلص الجزئية دي ان شاء الله، ونبتدي نرجع لكتاب الوزارة، كتاب المدرسة، ون
نراجع فيه ونترجم فيه بعض الصفحات الخاصة منه، بحيث ان احنا كده نبقى ماشيين بالتوازي. فاحنا النهاردة هنشوف دلوقتي اخر حاجة واخر جزئية، وهي join يعني وصل، والكلمة دي هتقابلنا بعد كده، join يعني وصل، join يعني وصل، each يعني كل، element يعني عنصر، to the suitable set يعني للمجموعة المناسبة. يبقى join each element، وصل كل عنصر، to the suitable set للمجموعة المناسبة. وعندنا هنا في تلات three elements، عندنا هنا three elements، أول element اللي هو السبون اللي هي المعلقة، تاني element اللي هي البنانة، تالت element اللي هي التوي أو العروسة، وفي الجانب الآخر من الصفحة في set of toys مجموعة من اللعب، و set of fruits مجموعة من الفواكه، و set of tools مجموعة من الأدوات. فهنوصل بالتالي كل عنصر من العناصر دي بالمجموعة المناسبة بتاعته، وهنا هنكون الكلاسيفيكيشن بناء على أساس النوع. فنبتدي نشوف ايه النوع بتاع كل حاجة ونوصله بالمجموعة المناسبة بتاعته. فزي ما احنا شايفين هنا التوي او اللعبة هنوصلها بالسير اوف تويز بمجموعة اللعب، وعندنا البنانة هنوصلها بالسير اوف فروتس مجموعة الفاكهة، وعندنا السبون هنوصلها بمجموعة الأدوات المنزلية السير اوف تولز أو مجموعة الأدوات. وبكده نبقى عملنا classification أو تصنيف بناء على ال kind أو النوع، تمام. وأخيرا وليس آخرا، في آخر الصفحة هنا هنوصل لل classification برضو على أساس النوع، بس ده بشكل تاني مختلف. وهنا في elephant و fish و rabbit و flower، elephant و fish و rabbit و flower. واحنا مش مطلوب مننا نحفظ الكلمات دي، احنا كده كده هنحفظ كل حاجة واحدة واحدة، بس احنا عايزين نعرف يعني ايه set، يعني ايه مجموعة، ويعني ايه circle، يعني ايه ضع دائرة، يعني ايه join، يعني ايه وصل. دي الكلمات اللي مطلوب مننا نحفظها ونعرفها دلوقتي. فهنا هنوصل الـ elephant أو الفيل بالـ set of A بالـ set of elephants بمجموعة الأفيال. هنوصل الفيش بـA، حد يقول لي يا أصحابي هنوصلها بـA؟ حد شايف معايا؟ أيوة أنا سامع واحد شاطر بيقول أهو set of fishes. طب في flower هنا، في حد شايف في flower تاني في الصفحة؟ قول كده يا عبد الله، وقول يا عبد الرحمن. شاطر شاطر، هادي في فعلا set of flowers، في مجموعة من الورود هنا. طب أخيرا الرابط، أخيرا الرابط، يلا يا مش سامع صوتك يا إياد، فينك يا محمد ويحيى؟ أيوة أنا سامع الولد الشاطر ده اللي بيقول في مجموعة من الأرانب هنا set of rabbits ونوصله بيهم. وبكده يا حبايبي يا حلوين هنكون خلصنا الجزء بتاع الشرح، وهنتجه دلوقتي لكتاب الوزارة بحيث ان احنا نترجم الصفحات بتاعته ونشوف هو بيقول ايه، ونبقى ماشيين خطوة بخطوة مع بعض زي ما احنا متعودين. فخليكم معايا، هنروح هناك وهنكمل. ورجعنا لكم يا اصحابي، وقبل ما نبدأ ان احنا نفتح كتاب الوزارة عايزين نعرف الهوم وورك بتاعنا. والهوم وورك بتاعنا كالآتي، ان انتوا تحفظوا الارقام او الاعداد النمبرز من 1 لـ10 from 1 to 10. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الارقام، ادي 1 O N A، وفي حصان قدامنا وده 1 بالارقام و 1 بالحروف، و 2 TWO 2 يعني 2، وادي في 2 dogs قدامنا، 3 يعني 3 THREE 3، وهنا في 3 cats، 4 FOUR 4 يعني 4، 5
يعني 5 FIVE 5 يعني 5 6 SIX 6 يعني 6 7 يعني 7 7 يعني 7 SEVEN 8 يعني 8 8 يعني 8 EIGHT 9 يعني 9 9 يعني 9 NINE و10 يعني 10 10 يعني 10 TEN وزي ما احنا شايفين في 10 أسماك. ونبتدي نروح لكتاب Discover ونشرحه ونفتح على الماس جورنال. وزي ما احنا شايفين دي أول صفحة، وبعد كده نوصل للصفحة اللي بعد كده وعنوانها كالآتي: Directions التوجيهات أو التعليمات، وهي Draw any three objects أي ثلاث عناصر، ارسم أي ثلاث عناصر. Draw any three objects ارسم أي ثلاث عناصر. In the room في الحجرة. Draw three objects in the room ارسم ثلاث عناصر في الحجرة. That are the same هما بنفس الشكل. يبقى ارسم اي ثلاث عناصر في الحجرة اللي انت فيها بنفس الشكل، اللي هما يكونوا شكل واحد. فلو انت قاعد مثلا في الحجرة وفي قدامك ثلاث كراسي، ارسم الثلاث كراسي اللي هما ليهم نفس الشكل، او اي ثلاث عناصر في الحجرة اللي انت فيها بنفس الشكل. وهنا ده طبعا بيدل على الست، ودي set of objects يعني مجموعة من العناصر. فهو بيحاول ينبه الطفل أو الطفلة إن في حاجة اسمها مجموعة، والمجموعة دي بتبقى مكونة من عناصر متشابهة. ونوصل بعد كده للصفحة اللي بعد كده وهي page number 2. الدايركشنز بتاعتها كالآتي: Draw two objects ارسم عنصرين. Draw two objects ارسم عنصرين. In the room في الغرفة. That are the same اللي هما بنفس الشكل. And two objects وعنصرين تانيين. In the room that are different وهم مختلفين. يبقى هو بيطلب من الطالب أو الطالبة إن هما يرسموا عنصرين في الغرفة اللي هو فيها يكونوا متشابهين، وعنصرين تانيين في الغرفة برضو بس يكونوا مختلفين. واحنا عارفين قبل كده same يعني نفس الشكل، وdifferent يعني بشكل مختلف. ولو حبيت ترجع للكلمات دي وللشرح بتاعها تقدر ترجع للفيديو اللي فات بمنتهى السهولة. ونوصل بعد كده page number 3 وعنوانها كالآتي: Directions التعليمات. Draw an animal that has four legs. Draw an animal that has four legs. ارسم أي حيوان عنده أربع أرجل. ارسم أي حيوان عنده أربع أرجل. ودي page number 3. ونوصل page number 4 وعنوانها كالآتي: Trace your or your partner's hand and fingers. Trace يعني تتبع. Your or your partner's hand إيدك أو إيد شريكك اللي هو بابا أو ماما. And fingers وصابع يعني بمعنى أدق إن أنت تخلي بابا أو ماما أو تحط إيدك على الصفحة بتاعت الكتاب دي وتحاول تحددها بالقلم وتشوف الشكل الهندسي بتاع إيدك إيه، وده بيسموه الهاند شيب، واحنا خدناه برضو قبل كده. ولو حابب ترجع للشرح بتاعه تقدر ترجع تشوف الفيديو اللي فات. ونوصل لبيج نمبر 5 ونوصل لبيج نمبر 5 وعنوانها كالآتي: Directions توجيهات. Draw an object draw one object ارسم عنصر واحد. And then وبعد ذلك. A circle around حط دايرة حواليه. A circle يعني دائرة. Around يعني حوله. And then a circle around it وحط دايرة حواليه. وبعد كده دائرة حوله.
والدايركشن التاني اللي هو draw two objects، ارسم عنصرين and then وبعد كده circle around them، حط دايرة حواليهم. والدايركشن التالت draw three objects، ارسم 3 عناصر and then وبعد ذلك a circle around them، حط دايرة حواليهم. وبعد كده draw four objects، ارسم 4 عناصر and then a circle around them، حط دائرة حواليهم. وأخيرا draw five objects، ارسم 5 عناصر and then a circle around them، حط دائرة حواليهم أيضا. وده برضو بيدل أو بيوضح مفهوم السيتس اللي هي المجموعات، مجموعة من عنصر واحد أو مجموعة من عنصرين أو مجموعة من 3 عناصر أو 4 عناصر أو 5 عناصر، وكل مجموعة لوحديها في سيركل لوحديها في دايرة لوحديها. وبكده نكون أنهينا page number 5 ونوصل page number 6 والدايركشنز بتاعتها write the number 0 3 times، اكتب رقم 0 0 3 مرات. write the number 1 3 times، اكتب رقم 1 3 مرات. draw a picture، ارسم صورة to show one of something، ارسم صورة توضح فيها شيء ما. وده الدايركشن بتاع الصفحة دي، وده related طبعا متعلق بحفظ الأرقام. وزي ما احنا خدنا الهوم وورك بتاعنا ما ننساش، لان المرة الجاية في الفيديو الجاي هسأل عملتوا الهوم وورك ده ولا لا. ونوصل page number 7 والدايركشنز بتاعتها كالآتي. write the number 2، اكتب رقم 2 3 times 3 مرات. draw 2 dots، ارسم نقطتين in the 5 frame، في الشكل الخماسي، اعمل شكل خماسي مكون من 5 أضلاع وحط جواه نقطتين او 2 dots. write the number 3، ارسم اكتب رقم 3، اكتب رقم 3 3 times 3 مرات. draw 3 dots، ارسم 3 نقط in the 5 frame، في شكل خماسي ايضا. وبكده نكون انهينا page number 7 وانهينا الفيديو. واتمنى ان الفيديو لو اعجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب، تكونوا اشتركتوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عندك اي تعليق ياريت تكتبه، احنا مهتمين جدا بتعليقاتكم. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل جديد. وياريت تعمل شير لغيرك علشان هو ممكن يكون محتاج المعلومة، وبالتالي انت هتاخد ثواب العلم الذي ينتفع به، وانت مش هتخسر اي حاجة. وانت لو شاركت الفيديو مع غيرك انت مش هتخسر حاجة، بس الكل هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.